المدنية. سوريا المدنية هو اسم جمعيتنا. مقترح أنه نعمل سبت سوريا المدنية اللي هو كل تاني سبت من كل شهرين بمعدل 6 مرات في العام. هذا السبت بالتالي رح نحكي حول الواقع السياسي حاليا مع أستاذ ميخائيل عواد، بوجود أستانا اللي خلصت مبارح، بوجود جنيف القادم، التطورات على الساحة السورية وعلى ساحات الشرق الأوسط كله. فرح نحكي عن حروب القرن 21، الحروب بمختلف مجالاتها، فكرية، اجتماعية، سياسية، حروب عن طريق الجيوش مع بعضها. هذه الندوة قرروا أن تكون تحت عنوان حروب القرن 21. ينسجم هذا العنوان مع العنوان كتابي الذي صدر بأواخر نيسان 2017، سوريا صناعة النصر، جيوش وحروب القرن 21. المحورين اللي رح يكونوا مادة الندوة، لجهة ما سأقوله، أنا عادة بحب أختصر بالمحاضرة فاسحا بالمجال أمام التفاعل، الأسئلة والحوار هو الآن الوسيلة الأكثر مجدية لنستطيع أن نتفاعل فنصل إلى الحقائق كما هي. هاي الندوات كتير هامة كونه إحنا أصبحنا في خواتيم هاي الأزمة. إحنا أكثر من 6 سنوات مرقت على سوريا، كان للمفكرين والسياسيين والنقاد وأمثال أستاذ ميخائيل عواد كمحلل سياسي وكاتب وصحفي وناقد دور كبير بإظهار حقيقة ما يجري بسوريا، خاصة أمام الإعلام خارج سوريا. اللي عايش بسوريا بيعرف تماما شو عم بيحصل، ولكن اللي عايش برا قد يكون متأثر بالإعلام المأجور، بالإعلام المضلل. فضروري كتير كان هاي اللقاءات اللي كانوا يجروها هؤلاء السياسيين والمفكرين، كان له أثر كبير في إظهار الحقيقة. أهمية محاضرات والمنتدى ودور الجمعية، جمعية في توصيل هذه الأفكار، لا تبقى حبيسة الكتب والورق والمكتبات والآخرية، توصيل هذه الأفكار إلى أوسع قاعدة ممكنة. ذلك نحن حتى نحن اللي بندعي أنه عارفين كل شيء ومتابعين كل شيء، لكننا بنحضر لمزيد من الاستفادة.